المشروع هذا انطلق في نهاية 2015. كانت المنطقة اللي موجودين فيها انتم هنا كانت تشكل معناها خطر بيئي على تطاوين، وخصوصا على منطقة تطاوين جديدة. كانت مستنقعات بتاع مياه معالجة فيها مشكلة بتاع تصريفها. احنا جتنا الفكرة وقتها قلنا لماذا لا معناها نستغل المياه هذه في على الأقل المشكلة البيئية هذه من نقمة تولي نعمة. وخدمنا على الفولية هذه، عملوا لنا دراسة جماعة ديوان تربية الماشية توفير المرعى، قالوا باش نعملوا مشروع مندمج فيه إنتاج الأعلاف وفيه بيبينيار بتاع ماعز ألبين. وخدمنا على البروجي هذا، وبالتالي أنشأنا المنطقة السخوية فيها برشا مستفيدين تو، على أساس أن تطاوين ما فيهاش مصانع، ما فيهاش ليميتولور معناها اللي هم شكلوا خطر على البيئة. خدمنا لهذا، ثم عملنا كراس الشروط بالتنسيق مع وزارة الصحة، وعملنا التحاليل وعطونا الأشياء اللي يلزم ننجوها. الزراعات العلفية، وإحنا تو موجودين في منبت بتاع أشجار زينة، عندنا 5 هكتارات فصة، وعندنا أيضا تقريبا 1500 شجرة زيتون، وعندنا تقريبا أكثر من 150 راس ماعز ألبين. والإنتاج متوفر، على أساس أن المياه هذه رغم استهلاكنا إحنا الكمية كبيرة مع المستفيدين الآخرين، ما نستخرج تقريبا ما نستهلكوش 1% من مياه هذه. المندوبية عندها دراسة متاع توسعة، هي بالحقيقة 15 هكتار، وفما تقريبا جهل في نخلة، وفما 400 زيتونة في الجهة، لكن فما مساحات كبيرة متاع أراضي اشتراكية، فما ما معناها ضايع. لكن الوعي هو الأساس حتى يقتنع الفلاح باش يغامر. هي مش مغامرة، لكن في إطار الوعي الخاص بتاع الفلاح في ولاية تطاوين تسمى مغامرة، كيفاش يستغل هذه المياه المعالجة لإنجاز مشاريع تنموية مرتبطة بالفلاحة بصفة عامة. فما 15 هكتار قاعدين يستغلوا، صارت فيها تجربة متاع صناعة القطن. الخبرة كانت ضعيفة، ما كانش فما نجاح، لأنه المغامرة جات معناها كباراشيتي ساقطة، لأن أنا ما فماش علاش مثلا نحن من تطاوين نمشيو فريق مختصين ونزورو زوروا بعض المناطق السقوية بالمياه المعالجة انطلاقا من الحامة مثلا، فما نجاحات كبيرة. احنا في تطاوين هنا نجمو نعملوا أشجار المثمرة، نجمو نعملوا الزيتون، نجمو نعملوا النخيل بأنواعه، نجمو نعملوا الأعلاف، نعملوا الزراعات البيئية